بلادي زوم. مرحبا بكم. يترقب أن يحضر الشاب صلاح الدين الذي فقد بصره بعد اعتداء بالماء القاطع عقيقة الثنائي المراكشي ياسين وإلهام. وأكد صلاح في اتصال هاتفي أنه سيكون حاضرا في عقيقة الكوبل المراكشي، معبرا عن سعادته في مشاركتهما فرحة المولود الجديد. ورزق الكوبل بابنها الأول الذي اختار له اسم جاد بأحد المصحات الخاصة بمدينة مراكش مطلع الشهر الجاري، ويرتقب أن يشارك عدد من النجوم المغاربة في عقيقة ياسين وسهام نهاية شهر مارس الجاري، أبرزهم دنيا بطمة وحاتم إدار، إذ سيستفيد الثنائي من مداخيل الحفل لسد متطلبات حياتهم الجديدة. وسبق للثنائي المراكشي أن اشتهر بعدما تم تداول قصة حبهما التي تكللت بالزواج، إذ قررت إلهام الارتباط بياسين بالرغم من إعاقته بعد فقدانه قدميه بسبب خطأ طبي.